سماحة السيد حسن نصر الله في خطابه الأخير قال نحن إذا ذهبت إسرائيل لحرب مفتوحة باتجاه لبنان سوف تكون الحرب بما معناها بدون أسقف ولا ضوابط ولا قواعد، وسوف يكون الرد من الجو والبحر والبر، وسوف يأتي حزب الله على كل نقطة أساسية في البنية التحتية باعتراف العدو الإسرائيلي، وما أتى به بعض وما أتى به الهدهد كما يقال. هذه الصور التي أتت بطريقة فيها الجودة العالية من التصوير والدقة في تصوير كل الأهداف الاستراتيجية للعدو الإسرائيلي في حيفا وما بعد حيفا، يؤكد أن حزب الله جاهز فعليا للمعركة، ولكن العدو الإسرائيلي هو يريد أن يقدم للمجتمع الإسرائيلي صورة وهمية على أنه قادر على أن يصد عمليات حزب الله، وأن كل الذي يقوله بإبعاد حزب الله وقوات الرضوان إلى شمال نهر الليطاني كل هذا كلام وضحت الفكرة صريح. ولذلك حركة المقاومة الآن عمليات النوعية تمنع العدو الإسرائيلي من القيام بهذا الحرب. نعم، وضحت.